حقوق الإنسان الله، حقوق الإنسان الله، تعليم يقر الله، والتعليم يقر الله، الشعب الله، والصحة الشعب الله، حورة جوج بحورة، جوج بحورة، جوج بحورة، الفوز فاتو جوج بحورة، فوز فاتو جوج بحورة، وعايش العيشة مقهورة، عايش العيشة مقهورة، وعايش العيشة مقهورة، عايش العيشة مقهورة، الله تعالى وبركاته. تحية نضالية الجماهير الشعبية، تحية الإخوان والأخوات اللي حضروا اليوم وواكبوا هاد الوقفة لنظمتها أحد الجهات. الله يجازيكم بخير. سي خنوش كنقولوا لك ضحكتي على الشعب المغربي، والشعب المغربي ماشي سهل باش تضحك عليه. اليوم الشعب المغربي نزل كيقول لك لا لغلاء المعيشة، وكنا هاد الشعب المغربي كان كيظن بأنك من غتاخذ الحكومة أولويات اللي كان عليك خاصك دير السيد الحكومة اللي ما كنتش عارف نوريو. حنا كشعب حنا مستعدين نتواضعوا نوريو. كنت دير احصاء ودوز دق باب باب وتشوف الناس اللي عندهم الخدامين واللي ما عندهمش ما خدامينش. راه كاينين الاسره اللي ما فيها حتى واحد خدام وكنعرفوهم عن قرب. راه كاينه الاسره اللي ما فيها حتى واحد خدام، وانت كتزيد في الزيت وتزيد في السكر لانك ما كتشريش، ما عمرك ما تحس بينا. انت ماشي واحد منا، انت ماشي واحد فرضتك علينا الفلوس. لا اله الا الله محمد رسول الله. اليوم كنقول اخ نوش، انا كندعي الجماهير الشعبيه كنسطر عليها بخط احمر، ديروا المقاطعه. جدودنا راه كانوا كيطيبوا غير بالشحمه، رانا ما كانش الزيت ما يمكن ماشي ما غنطيبوا. سلقوا بها الخضره، ما كانش نقدروا ناكلوهاش مسلوقه، نديروا العدس ونديروا اللوبيا ونربيو. قال لك غير ربي الشعب المغربي. لا سيدي، الشعب المغربي مربي، ربونا الاباء والاجداد ديالنا الله يجازيهم بخير. حنا غنربيو، كنت اللي ما مربيش. قالتي تحيه للشعب المغربي وتحيه نضاليه الاخوان والاخوات، وشكرا لكم. موقف كيديوني مره في السيمانه ولا ما يديونيش. مشات 16 مي، شنو غندير بها؟ نشري على ولدي حليب نخلص بها الكرا، نخلص بها المودو، شنو غندير؟ عينا ما بقيناش بغينا اخنوش بالرشوه. السبب ديالي الخروج لهذا السبب الرئيسي هو زياده الاسعار، الجلبه، الفاكسين، الفقر، البطاله، فرص الشغل ما كايناش للشباب، ما عندهمش فرص الشغل. علاش ما كايناش الحريه؟ هاد الحكومه الجديده كتأيد على الفساد، وكتأيد على الشفره، وكتأيد على الكريساج، وكتأيد على بزاف ديال الحوايج، لانها لان داك الوعود الكاذبه اللي كان وعدنا، وغندير لكم وغنعطيكم 1000 درهم وغنخدم الشباب، شحال من مليون ديال الشباب، فين كاين شي شاب خدم؟ سال المسؤولين انها تكون محاسبه. اتقوا الله، اتقوا فينا وجه الله، اتقوا فينا وجه الله. راه حنا كنعانيو، راه حنا ما بقيناش قادين نمشيو للمارشي ونتقداو. راه كل شيء ولا غالي، راه 100 درهم، راه 4000، راه 200 درهم ما كدير لك والو. راه بزاف هاد الشيء. عليكم حنا غير راضيين على هاد الاسعار، الزياده في الاسعار، وهاد هاد الغلاء اللي طلع بالزياده صاروخيه كيف ما تنقولوا. هاد الشيء زياده صاروخيه، وحنا كاع ما راضيين على هاد الشيء. ما غادي نستسلموا، ما غنستسلموش، وحنا دائما غنبقاو واقفين، وحنا دائما مناضلين، وغنبقاو نناضلوا حتى نجيبوا. انا حسن المحترم، اليوم تخارنا حنايا، تخارنا من اليوم. قطع الماء، قطع الضو، كل شيء قطع، زدتو في ليسانس، زدتو في المازوت، هاد الشيء راه بزاف. واش الشعب ما يعيش؟ راه حشومه، راه هاد الشيء بزاف. زدتو في الخضره، واش حنا كنطالبوا باخ نوش يسير في حالاته؟ صافي، تخارنا، تخارنا اخوتي، هاد الشيء بزاف، هاد الشيء بزاف. تعيش نهار تسمع اخبار، كل نهار زياده في الاسعار، واش هاد الشعب ما يعيش؟ دونك وقفه ديال اليوم اللي تتنظم بمدينه الجديده تبين على ان المغرب او الجديد، مدينه الجديده عفوا، لم تكن استثناء، كانت حاضره في المشهد اللي اليوم اكثر من 46 مدينه مغربيه خارجه باش تحتج. اولا بمناسبه محطه 11 لتخليد ذكرى حركه 20 فبراير، وفي نفس الوقت من اجل ادانه ما يسمى بالغلاء، وكذلك ادانه ديال الاوضاع بشكل عام التي يعاني منها الشعب المغربي. اليوم بعد 11 سنه من انطلاق ديال الحراك ديال 20 فبراير، ما الذي استجد؟ يعني للاسف الشديد جاء ما يسمى بدستور جديد،
وجابوا ما يسمى واحد المهرج اللي سماوه بن كيران، والذي وعد المغاربة أنهم راه غادي يعيشوا في الجنة، ووعدهم بأنهم راه غيعيشوا في رفاهية وفي كذا. ولكن بعد 11 سنة اليوم فقنا كاملين على واحد المأساة، فقنا على أن المغاربة اليوم غارقين أكثر مما كانوا غارقين في 2011، غرقوا المغاربة أكثر مما كانوا غارقين في 2011. الصحة إلا ما عندكش الفلوس راه ما غاداوش اليوم في المغرب، ما كايناش تغطية صحية. إلا ما عندكش الفلوس اليوم ولدك ما غاديش يقرا، إلا ما عندكش اليوم الإمكانيات ولدك ما غيقدر يدير حتى شي حاجة. اليوم تبين على أن التعليم اللي عنده الفلوس راه هو اللي غيقرا ولده باش يخدم. اليوم إلا ما عندكش الفلوس ما ممكنش ولدك يدير كلية الطب، لأن غطلب له 12 مليون في السنة. إلا ما عندك 7 ديال المليون ولدك ما ممكنش يدير مهندس، لأنه مهنين غتجيب 7 ديال المليون. وبالتالي أصبحت الجامعات المغربية والمدارس المغربية تفرخ أجيال من الضباع، مع كامل احترامي للأجيال، وأصبحت أيضا تفرغ واحد العدد كبير للناس يلاه يلاه كيحاربوا الأمية. ماذا تغير بين الأمس واليوم؟ شهدنا واحد العدد كبير ديال الاعتقالات، وأكثر من 700 واحد اللي اعتقلوها في الريف، وضمن منهم الزفزافي، وكتبوا على المغاربة بأن الزفزافي باغي يستقل وباغي ينفصلوا. اليوم تبين على أن الزفزافي كان باغي كلية، الزفزافي ولا الحراك ديال الريف ولا حراك الجرادة ومجموعة ديال الحركات كلهم كانوا كيطالبوا بالعيش الكريم، وهذا الحد الأدنى اللي كيطالب به المغاربة. اليوم الدولة تحولت من ضامن لهذه الحقوق إلى ميسر لهذه الحقوق. ما الذي استجد؟ دار الدستور وخرج ما يسمى بمجلس ديال المنافسة وترفع الدعم، وخرج ما يسمى بجطو في المجلس الأعلى للحسابات وقال لك غادي نشوف شنو دار. للأسف دار بجطو تقرير من 400 ديال الصفحة بين فيه على أن كاين شي حوت اللي يلاه كنعرفوا فيه السردين وكنعرفوا فيه كابايلا كيتباع وسط البحر، والله ما كيدخل وسط المغرب، من تما كيتشارجا وكيمشي لدول اخرى. بين اليوم تقرير ديال المنافسه على ان كاين اتاي اللي كيجي من الشينوا، والله ما كدار له المعايير ديال المبيدات وكياكلوا المغاربه السم. تبين اليوم على انه واحد العدد كبير ديال الخضره اللي كتمشي لبرا راها كتمشي الناس الاوروبيين، ما المغاربه راه كياكلوا الشياطه وكياكلوا الخضره اللي بايته والخضره اللي عامره بالادويه. اليوم بين مجلس ايضا ديال المنافسه على ان اكثر من 1700 ديال المليار اللي لهطها جطو اللي لهطها اخنوش ودارها في جيبو، في الوقت اللي المغاربه كانوا كيتسناو ان جطو ان اخنوش يتحاسب ويتحاسب واحد العدد كبير ديال الصفافير اللي سرقوا البلاد. ماذا وقع؟ عوض ما يتشد اخنوش جراو على جطو وجراو على دريس القراوي. باش نبينوا فقط على ان اخنوش خط احمر تحت ما غيقيس اخنوش، واخنوش محمي من طرف واحد العدد كبير ديال اللوبيات. اخنوش اليوم راه المواطنين واهمين الا كيعتقدوا بان اخنوش راه تيدير داكشي اللي عجبو. اخنوش يطبق املاءات ديال صندوق النقد الدولي. اليوم المديونية ديال المغرب وصلنا لكثر من 92% ديال الناتج الإجمالي الخام المغاربة، راه فلوسكم كثر من 92% كيديها صندوق النقد الدولي. باش دارت بهاد الفلوس؟ الفساد عطى الريحة، والفساد عطى الريحة، والفساد عطى الريحة، والفساد عطى الريحة. خطفوا عليك يا حكومة، خطفوا عليك يا حكومة، خطفوا عليك يا حكومة، يا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.